السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وعليكم تعالى السلام وبركاته. أخ راضي الليلي، كيف عرفنا الحال؟ بنفسك جزاك الله. الحمد لله بخير وخير. الحمد لله معك، معك محمد، مقيم محمد في فرنسا ومغربي. مرحبا، تفضل. بارك الله فيك. أنا أخويا عندي عندي الجواب ديالك. راه ما عنده الجواب، انا تسمعني؟ قال لكم منهم راه ما عنده الجواب. انا باش تعرفوا راه ما عنده الجواب. وخلي شو راه شفتوه، راه غادي نقولها لكم. راه راني نعطيه 5 دقائق ولكن راه نقول لكم ما عنده الجواب. تقول انت قبل حرتو كاع على فباتكش، ممكن ماشي اي واحد تيطلع، ماشي اي واحد تيطلع ما تيكملش هضرته تتقطع عليه على اساس غير انه تيبان لك بانه مغربي تتقطع عليه، ما تتخليهش يكمل هضرته. لا نعطيه 5 دقائق، راه طو 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 واخا 5 دقائق لنعطيه باش يعطيكم الجواب، راه ما عنده الجواب. تفضل. واخا سيدي واخا. المهم انا نقول لك الصحراء المغربية قبل 75 ما هي، شنو هو، شنو هو السؤال ديالك؟ عمرك شحال انت زيد قبل 75 ولا؟ راني قلتها لكم، قلت لكم راه ما عنده الجواب، راه ولا يتم يدور فم، هو يدور 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 على راسه فم بهذيك القنبة اللي جاب معاه، لا يتم يدور بها، لا يتم يدور بها اللي ينكتف راسه. أنا غنجاوبك، أنا غنجاوبك. ما تجاوبني باش. كم عمرك؟ واش تجاوبني بكم عمرك؟ انا غادي نجاوبك. واش انت في الحاله اللي انا غنجاوب على على قد 75؟ واش انا سولتك على يعني انت اللي كنت زايد قبل 50 نسيتك مغربيه؟ نزلوه 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 نزل اولدي نزل. ما سولتنيش على الحاله الثانيه مهما. تكركب اولدي، تكركب تكركب. ها اللي قلت لكم، يا قلت لكم انه ما عنده الجواب. راه انا نعرف، راني نشم الانسان اللي عنده الجواب ونشم اللي ما عنده الجواب. يتم يدور واحد وفهم، يدور 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 يدور، ومن بعدها يقول لك انت اش من سنه اخي، انت واش انا سويتك على انت. انا قلت لك اعطيني بماذا هي الصحراء الغربيه المغربيه قبل 75. ويا المغاربه خاصكم تفهموا انه من خلال هذه الاجوبه خاصكم تعرفوا انه الصحراء الغربيه ليست مغربيه. راه لو كانت مغربيه لا يجيك اي انسان ولا يجاوبك بالتاريخ ويمشي، واحد اثنين ثلاثه اربعه يسكتوك وتمشي. ولكن منين اللي يجيب لك الجواب؟ ما عندهم الجواب، ما هو كاين الجواب. والله ما هو كاين في القصر، والله ما هو كاين في الخزانة الوطنية في الرباط، والله ما هو كاين عند السفارات، والله ما هو كاين عند القنصليات، والله يا ذاك برويطة ما عنده الجواب، والله يا بن عيسى اللي كان سابقه ما عنده الجواب، والله يا بوستة ما عنده الجواب، والله الوزراء الخارجية المغاربة كاملين ما عندهم الجواب. ياك وزراء الخارجية ما عندهم الجواب. يكون عندك أنت سايق كاميون في فرنسا. ولكن شنو عندكم؟ هما عارفين بانه ما كاين الجواب، لذلك ما يجوا يجاوبوا، وانتم باغين تردوا راسكم عباقره ولكن تبهدلوا براسكم، العالم كامل يشوف فيكم. مسكين.